وفيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، فإن قناعتنا راسخة هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، وذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 ديسمبر الجاري بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهرياً، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 مليار ديال الدرهم سنوياً. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.